يابا هو وجعاني يا بترك العالم وياك بس انا مال ايش صدق العيون السلام عليكم وعليكم السلام شلون ان شاء الله زين بس عندنا الحاج تعبان بدنا ندخل للدكتور عندك حجز والله احنا خاورنا في دول هالوجه بابا اي احنا احنا اي خبرناه وقال تعال باي وقت ماكو مشكله بالليل بالنهار اي وقت قال تعال هو يحبني دكتور يحب موت علي ماشي يعني استريح شويه بس يطلع المريض جوا وادخلكم تعال تعال استريح تعال يا ابني دخل دباغ تعال يو يا ابني تعال خلي استريح وين استريح انت ما ادري شو هم الظلم الظلم وين قال يا ابني ليش ما قاعدك بحضن السكرتيره فايك الله ويدك تدبرها على قلبك تتعدل حالتي النفسيه ترى نص من العلاج على الحاله النفسيه ما سمعت الدكتور ايش قال يابا كل العلاج على الحاله النفسيه ترى اذا تقعد مكاني راح كلش تحت ابو الروح الخضراء بعد هسه هسه قاعدين هسه قاعدين في احلى مكان هذا مكان لزمه تفضل بس رجلي انكسرت من الوقفه لا تفضلي رجلي ايش من كسر هاي حساب رجلي ورجل الحجي ان شاء الله يول شو قعدتم معطوب وعفت ابوك يا بيت ما تقول ليش بيك انت ترى بعدك راح خضره وثاني انت رد تعلمتني عشامه والنخوه دائما تقول لي الديس فيرس يا بيت حبيبي رفعت راسي يا با هذا الشبلو من هذا الاسد ولدي احييك على هاي التربيه السقط يا سقط يا ابن يا شباب ليش بس انت مجال دخل سولف شو مرنا على البنيه العب وعمه ترى وقعت عليك لحد يقومني تشاهدونه حصرياً على 1001